ما زلنا معكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية والمباشرة على شاشة التلفزيون المصري. وفض الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة في أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والآن تنضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. إذا جرمين، انقلي لنا الأجواء في أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات. كان هناك حالة من الحماسة داخل القاعة في إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. جرمين. بعد التحية نتابع معكم من مقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بعد دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي والذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن اسم من سيشغل منصب رئيس البلاد لمدة 6 سنوات قادمة. وكما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بقرار رقم 39 لسنة 2023 بأن السيد عبد الفتاح السيسي هو من حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وهو من سيقوم يعني الحصول على منصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات تبدأ في اليوم التالي لانتهاء ولايته، وهذا وفقا لما نص عليه قانون المنظم للانتخابات الرئاسية أن يعلن رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. كما أيضا نص المادة الانتقالية من التعديلات الدستورية أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانتهاء 6 سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا في 2018 ويجوز انتخابه مرة أخرى. الحقيقة أن الأرقام كانت بتسيطر بشكل كبير على المؤتمر الذي انتهى منذ قليل، فكما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن كان من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بيصل إلى 67 مليون ناخب وناخبة، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج يتجاوز 44 مليون مواطن بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%، وبإجمالي يصل إلى 98.9% بالأصوات الصحيحة. وكما أعلن أيضا المستشار في هذا المؤتمر الصحفي أن السيد عبد الفتاح السيسي وهو من حصل على منصب رئيس الجمهورية قد حصل على ما يتجاوز 39 مليون صوت بنسبة 89.6%، بينما حصل السيد حازم عمر على ما يتجاوز 1 مليون صوتا بنسبة 4.5%، وفريد السيد فريد زهران حصل على 1 مليون صوتا أيضا بما يصل إلى 4%، بينما حصل السيد عبد السند يمامة على 822 ألف من الأصوات الصحيحة بنسبة 1.9%. أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي أعلن وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة رصدت عدد من الظواهر الإيجابية خلال هذه الانتخابات، أشار أنه كان هناك خروج لكل أطياف الشعب المصري للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، شباب، مرأة، كبار سن، أيضا حضور واضح لذوي الهمم وسط التسهيلات التي كانت تقدمها لهم الهيئة الوطنية للانتخابات. أيضا أكد على أن نسبة التصويت كانت الأعلى في تاريخ مصر من الاستحقاقات الدستورية السابقة، ونحن نتحدث عن 5 انتخابات رئاسية تجرى في تاريخ مصر الحديث. أيضا أكد على أن الهيئة الوطنية لم تسجل أي خروقات أو تجاوزات، وأيضا أشار أنه المنظمات الأجنبية والدولية أشادت بذلك وأشادت بتنظيم العملية الانتخابية. أيضا أشار أنه في هذه الانتخابات كان هناك تنوع كبير في برامج المرشحين وأيضا في خلفياتهم الحزبية، فأشار أنه كان هناك 3 من المرشحين من أحزاب مختلفة. أيضا كان هناك أقل نسبة إنفاق في الدعاية الانتخابية في هذه الانتخابات الرئاسية، وأكد أنه كان هناك حيادية من كل وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات الرئاسية. كما أشار أيضا
انه كان هناك تعاون كبير بين الهيئات والوزارات المختلفه، واشاد بدور القضاء والشرطه المصريه في تامين استمرار هذه العمليه الانتخابيه. ربما سيكون السؤال ما المفترض دستوريا وقانونيا ان يحدث خلال الساعات القادمه باعلان اسم المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسيه. نعم. فسيتم حفظ كل اوراق الاقتراع الخاصه بهذه الانتخابات، وسيتم عن طريق الهيئه الوطنيه للانتخابات يعني اعلام الفائز بهذه النتيجه وتهنئته، وينشر هذا الاعلان وهذا القرار، وهو قرار رقم 39 لسنه 2023، ينشر في الجريده الرسميه لتبدا فتره رئاسيه جديده للسيد عبد الفتاح السيسي لمده 6 سنوات مقبله وفقا لما يقر الدستور والقانون. اعود اليك مره اخرى في الاستوديو. اشكرك جزيلا جرمين ابراهيم من مقر الهيئه الوطنيه للانتخابات، ناقله لنا الصوره كامله لما ورد في المؤتمر الذي اعلن فيه فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره رئاسيه جديده.